لذلك يرزق العاجز وقد لا يرزق القادر الذي يسعى. يبقى انسان عاجز وضعيف وربنا موسع رزقه، وانسان تاني قادر وعنده علوم كثيره ويجتهد وياخذ ومضيق عليه رزق. فهذا يدل على ان سعيك ليس سببا لرزقك، ولكن سعيك تعبدا، والرازق هو الله. لا يعطيك بسعيك، ولكن هو يامرك ان تسعى ليرزقك، ولكن ليس سعيك عله لرزقك. زي ما قال قارون: انما اوتيت على علم عندي، ظن ان ماله بسبب حنكته في التجارة. هذا خطأ. توفيق الله له هو الذي جعله غنيا قادر أن يفقره. الأسباب ليست فاعلة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعطي مع الأخذ بالأسباب، وقد يمنعك مع الأخذ بالأسباب. احنا نقول إيه؟ لا حيلة مع الرزق. لو ربنا رزقك، والله لو احتلت أي حيلة مش هتاخد إلا رزق مهما كانت حيلة. ولذا قال الإمام الشافعي: أكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. شوف العقاب ده قوي قد ايه. العقاب ده طائر قوي لدرجة انه ممكن بمخالبه يمسك غزالة يطير بيها لشواهق الجبال، قوي جدا، وهو في اعلى الجو يشوف الفار على الارض، قوي النظر وقوي البدن، ولكن يأكل ايه؟ الجيفة. طب والذباب ضعيف خالص ويقف على العسل، عشان يبين لك انك انت لا ترزق بقوة عقلك ولا بذكائك ولا بحنكتك، وان كان مطلوب ان تأخذ بالعقل وان تأخذ بالاسباب. فان وفقك الله، وما توفيقي الا بالله، وليس بحنكتي وليس بقدرتي.